وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة دانا الريس، نائب الرئيس لشركة سمارت واي للاستشارات، الجهة المنظمة لقمة البحرين للمدن الذكية. أهلا بك في نشرة أخبار الثامنة. إذا حدثينا عن أهم ما جاء في مؤتمر المدن الذكية 2023 في ختام نسخته السادسة. أهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاستضافة. مثل ما تفضلت وعرضت، اليوم تواصلت أعمال القمة لليوم الثاني والأخير. تركزت المواضيع اليوم على الجوانب البيئية والاستدامة، منها إزالة الكربون عن قطاع الأعمال باستخدام الطاقة المتجددة، وكذلك تطبيقات قطاع الأعمال في معايير البيئة والشراكة المجتمعية والحوكمة. إضافة إلى ذلك كان في أوراق عمل مقدمة من عدة جهات حكومية عرضوا فيها المشاريع التي تم تنفيذها باستخدام حلول المدن الذكية والاستدامة. كذلك كان هناك أوراق عمل مقدمة من دول مجلس التعاون يتكلمون فيها عن قصص النجاح لتطبيق حلول المدن الذكية في دول المجلس. نعم أستاذة دانا، يعني تم مناقشة العديد من التوصيات خلال هذا المؤتمر، فهل لك أن تحدثينا عن أهم هذه التوصيات؟ نعم بالفعل، في ختام أعمال المؤتمر تم تلخيص التوصيات التي ستوصي بها القمة، ومن أهمها أهمية وضع استراتيجية شاملة للمدن الذكية في البحرين، لأن هذه هي الطريقة التي تضمن تسريع الوصول إلى مدن ذكية ومستدامة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال من خلال دعم البحث والتطوير، وكذلك أهمية بناء بنية تحتية رقمية، لأن هذا يعتبر مرتكز أساسي لتطوير المدن الذكية. نعم. وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص. نعم السيدة دانا الريس، نائب الرئيس لشركة سمارت واي للاستشارات، الجهة المنظمة لقمة البحرين للمدن الذكية، شكرا جزيلا لك.